الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتوراه أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم تاخر الانجاب. الموضوع كمان مهم قوي. الحقيقه الاورام الليفيه حاله مرضيه شديده الاهميه لانها شديده الانتشار ولها بعد اجتماعي مهم جدا، لان الورم الليفي كلمه مقلقه حتى في الدراما لما بيجي سيناريو يكتبوه الدكتور في يعني اللي بيقوم بدور دكتور يعني يبلغ البطله انت عندك ورم ليفي في خضه بتحصل وموسيقى التصويريه بتعلى، ايه يا ستي انت قلقانه ليه؟ ده ورم ليفي، ده ورم حميد، ده كلاسيك في كل الافلام. ده معناه برضو ان ثقافه الناس في التعامل او فهم الاورام الليفيه اعتقد انها محتاجه تطوير كبير كبير جدا. الاورام الليفيه ليها بعد يعني اجتماعي شهير جدا من ايام ما احنا كنا طلبه وكنا بندخل ناخد راوند النساء ونشوف البنت اللي عندها 20 21 سنه جايه بسيفير انيميا من النزيف العنيف جدا ومن الورم الليفي ورفضه رفض تام اهلها وهي انها تتعالج لانها بقالها 3 سنين ولا 4 سنين بتشتكي من الاورام الليفيه وبتشتكي من النزيف، وصل الهيموجلوبين عندها مش عارف لكام، وترفض انها تذهب الى دكتور نساء لانها بنت. وده معتقد في العقليه العربيه ان طالما بنت انها تروح لدكتور نساء او دكتوره نساء وتوليد او تاخر انجاب ده شيء غريب، يعني شيء غير منطقي. البنت لسه ما اتجوزتش تروح لدكتور نساء ليه؟ ده في دماغ الناس. لما شفنا بقى حالات تانية تطورا، انا بفتكر بقول لكم التاريخ اللي انا شفته، ان بنت او ست بقى اتجوزت وعندها اورام ليفيه كتيره جدا وخايفه برضو تكشف ودخلت المستشفى بمضاعفات للورم الليفي واتحجزت وشفناها في الراوندات بسيفير بين الم شديد جدا. طب انت ما كشفتيش ليه وما روحتيش؟ قالت لا انا خايفه لا يشيلوا الرحم الورم الليفي. في دماغ بعض الثقافات مرتبط بانها سيقول لها الدكتور او سيقوم بازاله الرحم ليه. وطبعا دي برضو افكار خاطئه شديده جدا، وغيرها من الافكار والمعتقدات اللي ارتبطت بالاورام الليفيه وخصوصا كمان تاخر الانجاب. النهارده احنا هنفك الالغاز دي وهنتكلم على الاورام الليفيه، هذه الحاله شديده الشهره، وطبعا بلا شك سعاده كبيره جدا ان يكون الحوار مع قيمه علميه كبيره ومع اسم تاريخي عظيم زي المركز المصري للاطفال الانابيب، المركز المصري فخر للاسره العربيه المصريه والعربيه، بل اسم عالمي قدير بقياده اسماء عالميه بنفتخر بها بلا شك. ضيفتي العزيزة اسم عالمي كبير واسم قدير هي طبعا الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، استشاري تأخر إنجاب أطفال الأنابيب بالمركز المصري، ودكتوراه أمراض النساء والتوليد، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر والجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد والجمعية المصرية لأمراض للخصوبة وتأخر الإنجاب. ضيفتي العزيزة أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا. اللي أنا حكيته ده على فكرة أنا فاكره من سنة 94 صحيح، لأن أنا شفت الحالات دي لا أنساها، وطبعا كانت صدمة بالنسبة لي إن أنا أشوف واحدة ست عندها هيموجلوبين 6 أو هيموجلوبين 7 و5 وجاية وبنت وبتاع،
وأهلها يعني متوترين جدا جدا. هو عشان التسمية العربي غلط خالص يعني ورم ليفي فعلا زي ما حضرتك قلت حاجة مرعبة. بالإنجليزي هي فايبرويد أو يعني مايوما، ده مش ورم يعني. هي التسمية بتخلي الناس تتخض، هو ورم حميد من عضلة الرحم كثير الانتشار، يعني يمكن فوق 50% من السيدات في العالم عندهم أورام ليفية وغالبا ما بيشتكوش، بنكتشفه بالصدفة كده عند فحص روتيني للسيدة. فدي أول حاجة لازم نطمن العيانين ونقول لهم ما تقلقوش، يعني ده هي التسمية. أنا حتى بقول لهم كده لما بيتوتروا قوي بقول لهم على فكرة التسمية بالعربي غلط، بالإنجليزي هو مش ورم ولا حاجة. دي أول حاجة وأهم حاجة نطمنهم، لكن هو حقيقي ممكن يعمل شكوى رهيبة للمريضة يخلي أو للسيدة يخلي حياتها طبعا صعبة جدا، ويعمل دخول استقبال طوارئ ونقل دم طبعا أكيد يعني. هي طبعا الاوراق يعني اورام الليفية ملهاش سبب، لكن ليها عوامل يعني ما نعرفش سببها. هي مرتبطه بهرمون الانوثه، يعني صعب جدا تيجي البنوته قبل الدوره ما تيجي، وصعب جدا يظهر ورم جديد بعد انقطاع الدوره، فبرضه ما نعرفش السبب ايه بالظبط، ولكن هو مرتبط بهرمون الانوثه. فطبعا طول ما هي في العمر بتاع الانجاب هي الاورام ممكن تكبر وممكن تبتدي تشتكي منها، وممكن قوي الورم يبقى موجود ويفضل عمرها كله لم يتغير حجمه زي ما هو وما اشتكتش منه عمرها. ما فيش قاعده الورم هيتصرف ازاي، في ورم يقعد العمر كله بنفس الحجم ولا تتأثر بيه وما تحسش بيه وما بيكبرش، وفي ورم تاني لا يعني بيبتدي يكبر بيبتدي يضغط على تجويف الرحم يخليها تشتكي، في ورم صغير قد كده هو بيعمل لها آلام ونزيف شديد لان مكانه في الرحم جوه التجويف او قريب جدا من التجويف، ورم تاني كبير جدا طالع من بره ما تشتكيش منه خالص وما يتعبهاش في حاجه. فهي الحقيقه ملهاش قاعده، وتعاملنا مع الاورام اللي فيها دايما بيكون على حسب شكوى المريضه تشتكي من ايه نتعامل، لانه مش لازم خالص ان انا اي ورم ليفي اشوفه قدامي اشيله، لكن على حسب هي بتشتكي من ايه. مين الناس الاكثر عرضه للاصابه غير الناحيه العمريه؟ احنا قلنا الناحيه العمريه معروف ان يعني البشره السمراء يعني افريقيا هتلاقي فيها كتير اكتر، وطبعا زي ما شرحت ما بيجيش للسن الصغير قوي ولا يظهر واحد جديد ما بعد سن انقطاع الدوره. يعني اشهر الاعراض بقى اي اضطراب في الدوره، واشهرهم زياده كميه وايام الدوره او اللي احنا بنسميه نزيف مع الدوره. كل سيده بيبقى ليها باترن كده، هي عارفه بتقعد كم يوم وكميتها قد ايه. اي تغير في ده، كميه زادت، عدد الايام زاد، ممكن يعني يرجح ان يبقى في ورم ليفي. ممكن يعمل الام برضو على حسب الموقع بتاعه، لو عامل ضغط او كده في الحوض. طبعا لو موقعه في حته زي تجويف الرحم، المكان اللي بيغرز فيه الجنين، ممكن طبعا يبقى في تاخر انجاب، او ورم كبير قوي ضاغط على الانابيب ممكن برضو ده يمنع ان البويضه تقابل الحيوان المنوي. لكن غالبا هو اهم شكوى هي اضطراب في الدوره، زياده في كميتها وفي عدد ايامها. ازاي نشخص بقى وجود الاورام؟ طبعا التاريخ المرضي، الفحص الاكلينيكي، ويعني اكتر وسيله احنا بنستعملها الموجات الصوتيه، يعني احنا كدكاتره امراض نساء ما نستغناش عن السونار ابدا. يعني بيقول لي كل معلومات انا محتاجه اعرفها، يعني مكانه وعددهم وحجمهم ومأثر على التجويف ولا لا، واقدر اشيله بالمنظار الرحمي ولا المنظار البطن، هل في مضاعفات حصلت منه ولا لا. ساعات بيبقى شكله بيتغير مع الحمل مثلا، شكله بيتغير بيتحلل شويه بيعمل الام جامده جدا، وتيجي العيانه حامل داخله في الاستقبال في الطوارئ بتصوت وعايزه مسكن، ويكون الورم اللي فيه مع الحمل هو السبب، لانه مع الحمل بيكبر حجمه، كميه الدم اللي بتوصل له بتقل، فيبتدي النسيج بتاعه يتحلل فيطلع كيماويات مؤلمه جدا، فالموضوع كله بيبقى عايز مسكنات ومفيش حاجه تانية تتعمل. كل ده هشخصه بشكله بالموجات الصوتيه. طبعا بنعمل فحوصات عامه نطمن صوره الدم، هل في انيميا بتعاني منها ولا لا، في اي ضاغط على الكليه او على الحالب، فعامل يعني دي الحالات بقى اللي هو بيبقى الحجم كبير قوي فبرضه وظايف الكلى مهمه. يعني دي الحاجات الاساسيه اللي بنستخدمها. يعني هو مرض يلعب مكان وجوده دور مهم فيه في توصيفه، في الاماكن، في كلمه اماكن دي مهمه قوي، والاماكن وراها كلمه برضو مهمه، هل ممكن مكان يكون اخطر من مكان اخطر؟ اذا جاز التعبير ده حقيقي، ده حقيقي. احنا عندنا
يعني تقسيم كده تشريحي للورم على حسب مكانه وعلى حسب علاقته بتجويف الرحم، هل جوه التجويف او لامس التجويف ولا في العضله فقط ولا من بره. بالنسبه للخطوره بتاعه الشيل، مثلا الورم اللي طالع من عنق الرحم ده بيبقى في شيل، وبالعمليه بيبقى اصعب للجراح، لان انا في المنطقه دي ببقى قريبه من الحالب، ببقى قريبه من الـ 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 الشريان اللي بيوصل للرحم، فهنا جراحيا عايز يعني خبره اكتر شويه، وعايز الواحد يبقى عارف تشريحيا الورم مأثر على ايه، على ايه بالظبط. الاورام اللي داخل تجويف الرحم دي مهمة قوي، الجراح اللي يعني كتير منها بنشيلها بالمنظار الرحمي، لابد يبقى جراح عنده خبرة، لانه البطانة بتاعت الرحم دي ده نسيج دقيق جدا، ولو حصل فيه اي التهاب او شيلته بزيادة ممكن البطانة تبقى يعني تروح، تبقى غير فعالة بعد كده، فلازم الواحد يبقى يعني حريص جدا هو بيشيل الأورام اللي فيها اللي داخل تجويف الرحم. متى أتدخل بالمنظار؟ متى وهل هو منظار بطن ولا منظار رحم؟ احنا قلنا مثلا في اوقات ده واوقات ده. بالظبط كده. الورم اللي جوه تجويف الرحم بنسبه كبيره، يعني اكتر من 50% من حجمه داخل تجويف الرحم، جراح مناظير شاطر طبعا يقدر يشيله تماما بشكل امن، ودي ميزتها ان ما فيش فتح بطن، الاجراءات كلها عن طريق عنق الرحم بكاميرا بتدخل من تحت، فما فيش فتح بطن، ما فيش عمليه من البطن، ما فيش غرز، فدي طبعا ليها ميزه كبيره جدا. ممكن الاورام تتشال عن طريق منظار البطن، ممكن تبقى طالعه من العضله او طالعه من بره خالص، وده طبعا بالذات يعني دلوقتي بقى في خبره عاليه وبقى في ادوات يعني بتساعد جدا في المنظار الجراحي، جراح مناظير عنده خبره يقدر طبعا يشيل كتير من الاورام اللي فيها بمنظار البطن، ودي برده ليها ميزه ان احنا بنسمي ده مينيمالي انفيزيف سيرجري، يعني ما فيش جرح كبير في البطن، العمليه مدتها اقصر، الريكفري يعني بتقوم بعد العمليه بشكل سريع من غير ما تتعب زي ما تبقى عمليه فيها فتح بطن وفتره طويله نقاها. يعني في حاله تحتاج الى تدخل جراحي غير كمان طبعا المنزل. الاورام الكبيره قوي اللي هي عددها كبير قوي طبعا، وهنا ممكن التدخل الجراحي، الجراح يفكر انه يشيل الرحم تماما، لو دي سيده يعني وصلت لسن اكملت الاسره معاها عدد الاطفال اللي هي عايزاه، النزيف تعبها جدا مأثر على حياتها العامه، يبقى يجوز الافضل الاختيار يكون لشيل الرحم تماما، وهنا برضو الجراح بيشرح لها مزايا ده وعيوب ده، وساعتها يجوز يكون اسهل وافضل شيل الرحم. يعني إذا جاز لنا التعبير، الأورام اللي فيها موجودة في تقريبا في نص ستات العالم، فهي موجودة أكيد بنسبة كبيرة جدا في في اللي عندهم تأخر إنجاب، صح كده؟ أو تتسبب هي نفسها في تأخر الإنجاب. ده حقيقي، ده حقيقي. طبعا هي أسوسيشن الأول، علشان كل ما العمر بيتقدم كل ما نسبة وجود الأورام بتزيد، فالسيدات اللي في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات نسبة كبيرة منهم عندهم أورام اللي فيها، لكن زي ما حضرتك قلت في أورام ممكن تكون هي السبب، زي الورم اللي فيه ورم 5 سنتي جوه تجويف الرحم، صعب جدا يحصل امبلانتيشن، يحصل غرز للجنين في اجواء فيها ورم ليفي كبير، وحواليه طبعا بيبقى فيه شويه التهابات في البطانه بتاعه الرحم، فده طبعا بيسبب تاخر في الانجاب. امتى اقرر بان انا هعمل سواء اطفال انابيب او حقن مجهري لناس عندها لست عندها غالبا الاورام اللي فيها بتبقى اسوسيشن، يعني هي موجوده في سيده عندها مشكله اخرى ادت لتاخر الانجاب، يعني مثلا عندها اورام ليفيه وعملت عمليه ازالت الاورام اللي فيها من فتره، والعمليه تسببت في التصاقات في الحوض، وده وارد على فكره مع اي عمليه في الحوض، مهما كنا حريصين والجراح كان متمكن ممكن قوي يحصل التصاقات في الحوض بعد عمليه زي عمليه ازاله الاورام اللي فيه. في الحالات دي طبعا احنا بننتظر شويه بعد العمليه، ولو ما حصلش حمل وحاسين ان التصاقات تسببت في مشكله في الانابيب، يبقى طبعا الافضل ليها انها تعمل حقن مجهري. في بعض الحالات تأخر الإنجاب الغير معلوم السبب، يعني ممكن الورم اللي فيه صغير ومش مأثر على التجويف ومفيش سبب واضح آخر يفسر هي ليه متأخرة، فدي ممكن يكون يعني أطفال أنابيب برضو تفيدها أكتر. يعني هل في عوامل معينة أو بمعنى صح يعني فاكتورز تزود نسب نجاح أطفال الأنابيب
والحقن المكياري في حال وجود أورام لفين؟ هو الحقيقة كل الدراسات اللي بحثت هل في علاقة ما بين الأورام الليفية وفشل عملية الحقن المجهري يعني ما وصلوش لاتفاق واضح، ولكن كل ما عدد الأورام وحجمها يزيد في الرحم ممكن تأثر بشكل سلبي على النتائج. فدي دول سيدات احنا بنعملهم فحص كويس بالموجات الصوتية نحدد العدد والأماكن والحجم، ولو لقينا انه الورم مش مؤثر على التجويف ولكن في العضلة وعددهم كبير كتير، بننصح المريضة دي يجوز الأفضل أن انت تشيلي الأورام الأول علشان ده ما يأثرش بشكل سلبي على نتائج الحقن المجهري. طبعا الورم اللي جوه التجويف ده بدون شك لازم يتشال، لأن ده المكان اللي بيغرس فيه الجنين فده لازم يتشال. الورم الكبير اللي طالع من بره ومؤثر على متابعتي للتبويض بتاع المريضة، مش عارفة أشوف المبيض من الأورام اللي فيها اللي مغطية المنطقة وحجمها كبير قوي وعمل لها ألام في الحوض وضغط في الحوض، وبعدين أنا برضو أنا بأعد السيدة دي إنها تحمل، فأنا عايزة الحمل يمشي، شهور الحمل تمشي من غير ما تبقى تعبانة ومن غير ما يبقى فيه مشاكل. فلو في الحالة دي يجوز الأفضل ليها إن أنا أشيل الأورام أولا قبل لما أبدأ معاها برنامج الحقن المجهري. الحقن المجهري ولا أطفال الأنابيب ولا يتفقوا ولا الاثنين بيتعملوا بالنسبة اللي عندهم؟ هو هي الفكرة إن يعني هي تسمية الاثنين، هو الإخصاب المعملي. الحقن المجهري بنلجأ ليه أكتر لما يكون في مشاكل عند الزوج، وأطفال الأنابيب لما تكون مشاكل أكتر عند الزوجة نتيجة الانسداد للأنابيب أو كده، لكن هما الاثنين مسمى للإخصاب المعملي. في أكثر الأخطاء شيوعا في التعامل مع الأورام اللي فيها بمختلف أنواعها شوية برضو التسرع في العملية، يعني يعني أنا يمكن أنا عشان تخصصي تأخر إنجاب فببقى قلقانة قوي على الرحم وعلى الأنابيب وعايزة أحافظ على خصوبة السيدة دي والآنسة دي بأي طريقة، فبالذات بقى لو كانت غير متزوجة أو لسه في أول الزواج أنا عايزة على قد ما نقدر نحافظ على الأجواء زي ما هي، وأنا عارفة أن أي تدخل جراحي ممكن يأثر بشكل سلبي. فدائما أبدا إيه يعني نتريث كده وما نستعجلش في أن احنا ناخد قرار العملية، نسأل دايما المريضة على الشكوى وعلى ايه اللي تعبها، ايه اكتر حاجة تعبها، بحيث ان لو انا اكتشفت من التاريخ المرضي ان اكتر حاجة تعبها مرتبطة فعليا بالورم، لا ساعتها بنصح انها تشيله يعني. لكن لو مش عامل لها شكوى، مش مأثر بشكل ما، يبقى حقيقي مش لازم ان انا اتسرع او يعني انصحها بعملية. ازالة الورم اللي فيه هل هي نهاية القصة ولا قد يعود الورم اللي فيه مرض؟ طبعا ممكن يعود السيده اللي عند، طبعا زي ما قلت في يعني في اجناس زي الافارقه وكده دول عندهم استعداد الاورام بطبيعتهم، شويه عامل وراثي، تلاقي الاسره السيدات اللي في الاسره دي كلها عندهم اورام ليفيه، هتحكي لك تقول لك ماما وجدتي الاثنين شالوا الرحم لان كان عامل لهم مشاكل الاورام ليفيه، كانت عامله لهم نزيف وكده، فطبعا ممكن بعد شالهم يرجع تاني. فعشان كده الواحد لازم يعني لما ينصحهم بان هم يشيلوه يبقى حريص شويه يعني. لأنه هرمون الأنوثة موجود بالزبط. والست طالما عندها هرمون الأنوثة إذن هناك فرصة للرجوع. لذلك الجملة المهمة جدا، وذلك في الثقافة الثقافة اللي احنا بنطرحها من خلال وجود حضرتك معنا واللي قد يستفيد منها الكثيرين، مش بس للمرضى، مش بس للأسر اللي بتعاني بنتهم أو زوجته أو أخته من أورام ليفية، لا ده الشباب الأطباء الجيل الجديد اللي جاي من الأطباء إن هو يتخلى من العنترية الجراحية، ده تعبير اللي أنا اللي ألفته، العنترية الجراحية دي اللي أنا عايز أعمل، عايز أشتغل، عايز أدخل، أنا واثق في إن أنا إيدي مش، لا لازم يبقى فيه تريث ولازم يبقى فيه حكمة. لأن دكتورة منى هانم قالت جملة مهمة قوي، قالت إنك لازم تقيم الحالة وتبص تشوف شكوة المريضة إيه، شكوة المريضة هي التي تقودك، مش ثقتك في قدراتك الجراحية ورغبتك وعن تريتك في انك تعمل جراحه وخلاص، صح كده؟ ده مظبوط. انا حطيت ايدي على جرح. ده حقيقي. نورتي وشرفتي. اشكرك. ضيفتي العزيزه واحده من سوبر ستار ميجا ستار هذا المجال، الاستاذ الدكتوره منى بلغار، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب جامعه القاهره، استشاري تاخر الانجاب واطفال الانابيب بالمركز المصري العريق لاطفال الانابيب، وصاحب الدكتور امراض النساء والتوليد من القصر العيني، استشاري الموجات الصوتيه في امراض النساء والتوليد، والجمعيه عضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والتكاثر والجمعيه الدوليه للموجات الصوتيه والجمعيه المصريه للخصوبه. نورتي. اشكرك.
خليكم دايما مع نسيحتنا.